الحمد لله على هذه 3 نقاط اللي تخلينا نتنفسوا نوعا ما. ما ننساوش باللي كان الأسبوع الماضي أسبوع مرهق، 8 أيام 3 مباريات، مباراتين خارج ميداننا، مباراة أولى دخلنا بقوة المباراة سجلنا هدفين، ثم شبيه تيار تعادوا سيطروا في الربع ساعة الأخير، وهذا شيء عادي من ناحية الذهنية، لاعبين حبوا يرجعوا. الشوط الثاني دخلنا جيدا لكن تسديده من بعيد سجلوا علينا هدف، شويه تابكنا. الحمد لله اللاعبين هذه المره اللي دخل التبديلات اللي قمنا بها اللي دخلوا اعطاو الاضافه مقارنه مع مباراتنا نصر حسين داين. درنا الشيء اللي علينا وقدرنا ان شاء الله هنا نخليو لي 3 بوان هنا في الملعب تاعنا، خاصه ان المباراه الاولى نستضيفوا في الملعب تاع معمر ساحلي. ان شاء الله يا ربي دوك نخدموا مع المدرب الجديد ونحاولوا نحققوا البقاء في اقرب وقت ممكن. كنا كونتر ايكيب كونكيرون تاعنا وتقريبا في الترتيب كيفنا كيفهم، الحمد لله وين خلينا 3 بوان ومازال نزيدوا نخدموا، مازال باقي لنا ماتش. المباراة كانت صعيبة شوية، احنا درنا اونترينينا كاع لا سيمين باش نجيو هنايا ندو ريزلتا. دخلنا ماركونا لي دو بيت داونا، كنا شوية بيرتيربي، يسينا باش نرجعوا في دوزيام ايطون ماركينا بيت، يسينا باش نرجعوا ربي ما كتبش. نقول لهذا الانصاري سمحوا لنا على هذه لا سيتياسيون، هذا الفريق ما يستاهلش المراتب هذه الاخيره. ان شاء الله حنايا في العوده ان شاء الله نيسيو كيفاش نرجعوا ليكيب هذه للمستوى تاعها ان شاء الله.